انطلقت الهتافات في ميدان التحرير بعد أن أثارت مشاهد ضرب الفتيات بشكل مهين على يد الجيش غضب الكثير من أفراد الشعب سواء كانوا ساسة أو مواطنين. شاركت النساء بقوة وقد اتسمت التظاهرات بمعاملة خاصة للنساء قردون خاص توفير أماكن واسعة لهن بينما وقف الرجال متزاحمين. وكان لأئمة الأزهر دور بارز حيث هتفوا ومصراه وحرمتاه وأدانوا أفعال الجيش وصفوكم بالبلطجية كما استنكروا إلقاء اللوم على كل الفتيات التي تعرضن للظلم وقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 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 عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في أحبابكم هذا أيها الأحبة. وفي لقاء مع حازم أبو إسماعيل مرشح رئاسة الجمهورية قال عايز اقول ان وجيعتنا في شرف الامه وجيعه شديده وجيعه شديده. هل حضرتك ترى متى يجب ان يرحل المجلس العسكري؟ لم تخلو المظاهره من اوجه المعذبين من اهالي الشهداء الذين راح ابنائهم بدون ذنب اقترفوه وبدون ان يعرفوا قاتليهم. كان عايش وكان كله طعمية وعينيه وقال لي يا عمتي نفسي اكل عيش ابو ريان رحت جبتهولي راح الورشه بيعمل حلل حط مصنع في الحلل عنده 19 سنه راح هو واصحابه شوفوا داخل صاحبه اتضرب بالطوبه راح يشد بالشد بيحط المجلس عالي عشان يجيبوا على المستشفى المجاز ضربوا بالرصاص عشان ما ينقص صاحبه عاش واحنا بنات اداله بالرصاص ده الكثير من الفنانين هزتهم صورة الاعتداء على الفتيات فذهبوا إلى الميدان. الرسالة اللي أنا عايز أوصلها إن الميدان ده اللي بينادي من أول 25 يناير بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واللي المطالب دي لحد دلوقتي ما اتحققتش من حقه يفضل ينادي بيها ويصر عليها لحد ما يحققها. وجيل الشباب اللي موجود ده اعظم جيل جه في تاريخ مصر على الاطلاق. هل يحاكم؟ يحاكم دي بقى نخش بقى نشوف مين اللي متسبب بالظبط في انه ادى الاوامر بضرب النار دي، لكن لازم يرحل فورا. ماذا تقول للفتاة؟ لازم يسلم السلطة لسلطة مدنية. ماذا تقول للفتاة التي اعتدى عليها الجيش؟ أقول لكل فتاة اعتدى عليها الجيش. لا مش هقول للفتاة دي، هقول الفتاة دي انت شايفة ان مصر كلها وراكي. أيوة. لان انت ممكن تبقي بنتنا اختنا امنا كل ده، بنت صاحبي بنت اخويا بنت اختي الكلام ده كله، لكن اللي اقوله ان كل شعب مصر واقف ورا بناته لان ده عرضنا وده لحمنا واللي ما كانش صاحب اي حال من الاحوال انه يتعرق او يتهان. وبالنسبة للبعض لم يكن امرهم الشاغل هو فتيات مصر، فالمسألة مسألة كرامة اكثر منها مسألة اعتداء على فتاة. فالاعتداء على الفتيات مجرد الحلقة الاخيرة من مسلسل العنف ضد الشعب المصري الذي كان بدايته اعتداءات مسبيرو. الشخصي هو انه المسألة اوسع من الفتيات عشان ما نبقاش بنتكلم عن انه كأننا مجتمع ماشي للثأر لمسألة العرض والشرف. المسألة بدأت من مسبيرو، دم المصريين وكرامتهم الشخصية هو يعني النهاردة حضرتك ده امتداد للخطأ بتاع مسبيرو، ما يقدرش حد يفصله عشان ما تبقاش الحكاية ان احنا بنتكلم عن الفتاة المصرية فهم يعملوا اجراء فالمسألة تنتهي. المسألة هي تسليم السلطة للمدنيين. احنا مش ناس نازلين بعقلية بدوية مثلا بنثأر للعرض والشرف بس، لا المسألة اعمق من ده. اما يبقى في مصر في حاكم مدني هو اللي هيحترم العرض والدم وما الى ذلك. وبالطبع لم تغب روح الفكاهة عن الميدان،
فقد عرض فنان الثورة رسوماتهم التي جاءت ساخرة مما يجري في مصر. حضرتك أصلا رسام؟ لا لا لا، أنا بشتغل في مجال الطيران والسياحة. ورسمت المعرض ده تعبر فيه عن ايه؟ لا دي مصر، دي مصر دي انا كبرتها من كاريكاتير في مجلة في جريدة الشروق بتاع تقريبا توني اسمه توني تقريبا، حلم التوني. حلم التوني. ودي كلها قصصات جراء. حرام اللي بيحصل ده، حرام. ازاي مجلس عسكري مسؤول عن البلد يعمل كده؟ ليه؟ انا عايز اوجه رساله للمجلس العسكري، حسوا بينا، حسوا بتعبنا، احنا تعبنا في الثوره دي، تعبنا عشان تطلع بالشكل ده. ما تجيش انت تاثر فينا، احنا مش ناقصين، احنا كفايه اللي عملوا فينا النظام السابق، وكفايه الداخليه وكفايه حبيب العدل، انت ما تجيش تكمل علينا. I'm not talking to you.